بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل المستمر والتحديات لا زالت تستمر من أرضية هذا الميدان. نسير مع شوطنا 17 حاملا فئة الأبكار المحليات الأصايل. اللقايا بالفعل والتحدي الكبير مع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار. نبدأ مع البداية ومع المركز الأول، البداية مع منصورة. منصورة عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويسي، بينما المركز الثاني يتابع صبا لمحمد بن عبد الله بن غدير الدرعي، بينما ثالث الأسماء والتحديات المركز الثالث وصلت الهلالية خالد بن أحمد بن علي البلوشي، والمركز الرابع الحقة مبارك بن جمعة بن مطر الخيلي، بينما المركز الخامس خامس الشعارات خامس التحديات من حاف محمد بن سالم بالحوتة العامري، والمركز السادس أتابع بطرة مع المركز السادس، أو هنا التدخل من مخيفة سالم بن بطي بن جوعان الشامسي، والمركز السابع بهذه اللحظات أتابع هنالك مع المركز السابع وصلت الحقة مبارك أو بطرة خليفة بن مهير بن عبد الله الاكتبي، بينما المركز الثامن وصلت وتقدمت مدمنة محمد بن خليفة بالهول المهيري، والمركز التاسع تاسع الشعارات وصلت وتقدمت بهذه اللحظات بروق خادم بن علي بن خادم بن مسعود الزرعي غادما مع بروق، بينما المركز العاشر هذه جواهر محمد بن غانم بن علي بن حمود الظاهري. هذه النتيجة، النداء الأول للعشرة الأسماء الأولى للعشرة الشعارات الأولى المنطلقة الباحثة عن الفوز والانتصار والباحثة عن النواميس. النداء الأول وأتممناه مع العشرة المراكز الأولى. نعود إلى البداية وإلى منصورة. منصورة باحثة عن النصر، وهي بالفعل في موقع النصر. عبد الله بن بخيت بن عبد الله العويسي من يقدم منصورة، ولكن صبا بدأت تغير صبا وتقود هذه الأسماء المميزة. صبا لمحمد بن عبد الله بن غدير الدرعي من يقدم صبا غائدة لهذا المسار، غائدة لهذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع مع المركز الثاني، وصلت هنا جواهر محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. هنا الشعار الاقتصادي يتواجد مع أيضا هذه جواهر بالفعل مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت بروق، ركز يا خادم، خادم بن علي بن خادم الزرعي من يتابع بروق ويتواجد مع بروق بهذا المسار المميز بهذا الاندفاع الممتاز، بينما رابع الأسماء عادت منصورة لعبد الله بن بخيت بن عبد الله العويسي. هذه الأربع المراكز الأولى، بنشوف المركز الخامس وبنتابع المركز الخامس بهذه اللحظات. وصلت هنا مدمنة لمحمد بن خليفة بالهول المهيري غادم مع المركز الخامس. بن قحيد المهيري بالفعل مع المركز الخامس، ولكن خلاص وصلنا. نعود إلى البداية إلى المركز الأول مقدمة الشوط.
الضغوط والسيطرة. السيطرة الأولى بالمركز الأول مع جواهر يا جواهر محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. الشعار الاقتصادي ولكن هنالك من الجانب الآخر وصلت هنالك منصورة وعادت إلى موقع النصر. عادت منصورة عبد الله بن مخيت بن عبد الله العويسي. روح يا العويسي روح مع منصورة بهذا الشوط. بينما هنا جواهر مع بن حمودة محمد بن علي بن غانم بن حمودة الظاهري بالمركز الثاني. المركز الثالث صبا 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 محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي مع المركز الثالث. هذا المثلث الذهبي بروق مع المركز الرابع خادم بن علي بن خادم بن مسعود الزرعي يقدم بن بروق. المركز الخامس بن حيد المهيري. ولكن وين الموقع؟ وين وصلنا؟ وين الكيلو الخطير كيلو التحديات كيلو الامتحان. يوم وصلن عند كيلو الامتحان ولعت ما بينهن نار القضاء اللقايا ليلهن قدر الوشان وزاد سرعتهن تلويح العصا. يا راعي منصورة عبد الله بن مخيت بن عبد الله العويسي ابناء السلطنة حاضرين مع منصورة. المركز الثاني صبا محمد بن عبد الله بن غدير بن سعيد الدرعي مع ثالث الأسماء جواهر محمد بن علي بن غانم بن حموده الظاهري. ولكن السلطنة السلام بيروح إلى أهالي السلطنة مع منصورة عبد الله بن مخيت بن عبد الله العويسي. الله 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 بدأت الحركة صبا يا صبا غيرت صبا عبد محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي. الله ما شاء الله تبارك الله وصلت ناصية حمد بن علي بن سعيد الهداوي. أسعد الله صباحك بكل خير. سلام ناصية يا السلطنة سلام. أشكرك على هذا العرض المميز التي وصلتنا باللحظات الأخيرة. تهانينا وناموس حمد بن علي بن سعيد الهداوي. المركز الثاني وصلت صبا مع المركز الثاني محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي. والمركز الثالث ايضا منصورة عبد الله بن مخيت بن عبد الله العويسي. هكذا اذا التوقيت الزمني 7:38 تسجل معنا ناصية. ما شاء الله ناصية.